هني بنشير وبنتكلم عن الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ شيء غير ممكن. شيء غير ممكن. الاستحالة هو شيء غير ممكن إنه يكون. بس إذا تشوفون تطور البشرية، كل سنة يتم كسر المستحيل من قبل وايد ناس. تذكرون؟ أو يمكن ما كنت تذكرون، بس يعني في زمن قبل زمننا الطيران كان استحالة فيزيائية، كان مستحيل إن أحد يطير، وعلماء العالم كلهم متفقين إن الطيران مستحيل. الأخوين رايت قالوا إن يمكن الطيران استحالة فيزيائية حق العالم بكل علمائه، بس ما بيكون استحالة فيزيائية لنا، وطاروا. لا مستحيل على خالقه، هاي قانون من قوانين علم الطاقة. المستحيل عمره ما يكون سبب لعدم حدوثه. كون الشيء مستحيل سبب غير مقنع إنه ما ينهض، إنه ما يصير. فهي اللي سوته كل جيل صغير يكسر مستحيلات زيادة. هي قررت أنها تكسر مستحيل أبوها. هدت الأبو وهي تصيح ولجأت حق من؟ ساحرة البحر أرسلة. زين، شخصية وايد مرسومة بشكل حلو، اللي ما شاف الكرتون يمكن يبي يشوفه. هي يمكن من أشرار ديزني الوحيدين اللي ودكم تطلعون معاهم السيتي. فأرسلة هي رمز شنو؟ الساحر الشرير في الكرتون، في كل كرتون هو رمز شنو؟ الإيغو. حق اللي يدد على علم الطاقة وما يعرفون شنو معنات إيغو، رمز شنو؟ الشيطان، النفس الأمارة بالسوء إسلاميا. في علم الطاقة نسميهم الإيغو. فالإيغو لما تروح لأريال، هو رمز اللي إحنا لما نروح حق إيغونا ونقول له، قالوا لنا إن الحب ما يصير، حبنا مستحيل. فهي شو تقول لها؟ تقول لها أنا عندي لك طريق إنك تحصلين هالأمير اللي حبيتي، وإذا حصلتيه حياتك بتصير سعيدة على طول، وبتحقق كل أحلامك. زين؟ أول ما تصير مشكلة عندنا في أي علاقة، الشيطان يقول لنا نفس الكلام اللي أرسلة قالته. الشيطان يا ما يبينا نحب، يبينا نكره. ما يبينا نحب بعض، يفضل أن نكره بعض. ليش؟ لأن الكراهية طريق يسير للحروب. أوكي؟ فيفضل أن نكون كلنا كارهين لبعض. فشلون يقدر يخلينا ناس قابلين للكراهية؟ يكرهنا في أقرب إنسان لنا، الحبيب الرومانسي. يقول إذا قدرت أكرههم في الحبيب، بيصير وايد سهل إن يكرهون أي شخص موجود في الشارع. بس الشيطان، النفس الأمارة بالسوء، الإيغو أو أرسلة في هالقصة وايد أذكى من إنه يقول لكم كرهوا من البداية على طول. يعرف إن عشان يقلبها لازم أول شيء يسوي يخل بمبدأ التوحيد في الإسلام. مبدأ التوحيد إن الله واحد، خلقنا كلنا من نفس واحدة، إذا كلنا واحد، وما نقدر حتى نؤمن، مو بس نحب، ما نقدر حتى نؤمن إذا ما حبينا حق أخونا اللي نحبه حق نفسنا. والأخ في علم الطاقة هو كل شخص، كل علاقة. فالشيطان ما يقول لكم لا تحبونه، يقول لكم ما في غيره، يقول لكم he's the one، يقول لكم أهو الإنسان اللي بيكون مفتاح سعادتكم، جنتكم على الأرض، وإذا خسرتوه بتعيشون سنين من العذاب. Okay. أي فكرة كذي كونوا وايد واعين شنو مصدرها، لأن ما بيكون المصدر صوت الله فينا. أي فكرة تخل بمبدأ التوحيد أن في شخص أحسن من غيره أو في شخص أخس من غيره، كلنا سواسية، هي فكرة غير صحيحة وغير سليمة. Okay. بس أريال حالها حالنا ما كانت حذرة، وقالت حق ساحرة البحر أصدقك كلميني أكثر، أصدقك كلميني أكثر، شنو أقدر أسوي عشان أوصل حق الإنسان اللي مفتاح سعادتي كلها في يده؟ فهي تقول لها الطريقة الوحيدة أن تصيرين إنسانة، تروحين تعيشين على اليابسة وأنا اللي بغيرك، وخلال ما أنت عايشة لازم تخليني يحبك قبل الشمس تغرب في ثالث يوم.
على تحولك إلى إنسانة. أنزين الحين اللي منكم حضر محاضرة، كان في آخر محاضرة سويتها مجانية كانت سندريلا والحذاء الزجاج، اللي فيكم حضرها يتذكر أن رمز الوقت يتكرر في كل قصص الكرتون، أنه لازم يحبك قبل الشمس تغرب على اليوم الثالث. اليوم الثالث سندريلا لازم قبل الساعة 12 ترجعين. الأميرة النائمة أورورا قبل الشمس تغرب في عيد ميلادها 16 بتقش هالإبرة بتقش هالإبرة. ما أدري ليش قاعد أسوي مؤثرات صوتية بس يعني أدخلكم بالمود شوي. بتقش هالإبرة بتقش هالإبرة. أوكي فهالرموز دي كلها شنو معناتها؟ شنو معناتها؟ أترككم الباقي القصص، إحنا نتكلم عن ليتل ميرميد اليوم. إيريال ليش قالتها لازم يحبك قبل الشمس تغرب على اليوم الثالث؟ رمز شنو؟ محدودية. صح صح الحدود. السرعة بعد. سعادة مؤقتة امتحان كلها صح. الإيجو دائما يرهن سعادتنا بفترة زمنية، كله يقول لكم لازم تتزوجون قبل سن الثلاثين سن الثلاثين سن الثلاثين سن الثلاثين، أو لازم تخلينا يتقدم خلال ست شهور ست شهور ست شهور ست شهور ست شهور، أو أحسن لي يتصل سبع مرات في الأسبوع سبع مرات في الأسبوع مرات، أو لازم يرد على كل مسج بمسجين مسجين مسجين. أعتقد وضحت الصورة. الإيجو يبي يقيم الناس، الإيجو يبي يقيم الناس. أنا وايد أتيني أسئلة ويعني لا تسألوني هالأسئلة لأن ما بيكم جواب يسركم. كم عمرك؟ إيش كثر صار لك تشتغل؟ إيش كثر هاي؟ كم كذاك؟ هاي الأسئلة ليش الناس تسألها؟ أي سؤال جوابه رقم هو سؤال جاي من الشيطان من الإيجو، يبون يقيمونكم، يبون يعرفون هل قيمتكم وايد زيادة ولا وايد قليل. فإحنا بس الأخت اللي تخشخش عليش يعني أنا ريوعانة أو صايمة ما ريش السالفة قاعدين تاكلون بس ما عليش لأنه ما أقدر أركز. إيش كنا نقول؟ كلكم كم عمرك كم وزنك؟ أوكي فهاي الأرقام ذي هي أرقام لها علاقة بتقييم الشخص. فمثل ما الإيجو يخليكم تقيمون الناس يعني إيش كثر اتصلوا أو متى إيش كثر خذهم عشان يتزوجون أو هاي الكلام ذي كله، هي قالت لها لازم يحبك قبل اليوم الثالث. إذا ما حبك قبل اليوم الثالث بترجعين عروس بحر بتنتهي حياتك وبتصيرين ملك لي. ومن كثر ما إيريال كانت متعلقة بهالحب بهالتمثال الداخلي اللي سوته حق أمير، هي حقيقة ما تعرفه. إحنا نسوي لهم تماثيل قبل حتى حقيقة نعرفهم. قالت لها أوكي أنا موافقة على هالعقد. قالت لها عقب لازم تدفعين. قالت لها ما في شيء مقابل لا شيء في هالحياة. وهاي أيضا كلام الإيجو لأن وايد أشياء تقريبا كل شيء مقابل لا شيء نحصله. تنفسوا وخذوا نفس عميق. Let go. ما أعتقد أحد دفع في هالنفس شيء. نأخذ بعد واحد. Let go. وثالث نفس عميق. Let go. هاي الأنفاس كانت مجانية. الحين إذا ربكم مستعد يعطيكم أكسجين تتنفسون أكثر ما تبون لين يعني تموتون يعني عقب عمر طويل أو قصير اللي مكتوب، ما تعتقدون أنه بيعطيكم كل نعمة بنفس هالعمق بنفس هالحجم دائما وأبدا؟ بس طبعا هي قصت على البنية، قالت لها ما في شيء مقابل لا شيء، واضح أنه يعني اتفق مع الشيطان. وقالت لها مقابل فرصة للحب أبي صوتك. سيدة أريال حطت يدها على الحنجرة وخافت وايد، تعرف قيمة هالشيء. قالت لها بدون صوتي شلون بيعرفني؟ شلون بيعرف من أنا؟ فعقب طبعا اللي ما شاف الكرتون يشوفه، لأن عقب هني الدش الساحرة في غنية يا أغبى ويا أضعف روح. زين
تغني لها أغنية تشرح لها عدم قيمة نفسها. لما إحنا نحب إنسان ونسمع خدعة الإيغو إنه هو الشخص الوحيد اللي ممكن يسعدنا، معظمنا تقريبا كلنا قليل كلش اللي ما يسوونها، يدفعون صوتهم ثمن لهالعلاقة. لما ندفع صوتنا ثمن، إحنا قلنا بداية المحاضرة الصوت رمز هوية، يعني نتخلى عن حقيقتنا، ما نوصل للعلاقة كأنفسنا، نغير طريقة لبسنا، نتعدل أكثر، في ناس يغيرون صوتهم، في ناس يغيرون مشيتهم، في ناس يغيرون شكلهم، في ناس يغيرون حقيقتهم، في ناس يغيرون مبادئهم التعليمية، في ناس يسوون روحهم حلوين أكثر. يعني كل هالأشياء اللي تغيرونها في روحكم هي مقلب، لأن إذا شخص وقع في حب الإنسان اللي هو مو بإحنا، لما حقيقتنا تطلع مع الوقت الحب يروح، لأنه هاي مو بالشخص اللي وقع في حبه، وقع في حب الزيف اللي طلع. بس هي تقص عليها تقول لها الرياية أصلا ما يحبون البنية الهذارة، أوكي؟ وطبعا يعني المجتمع يقول شيء شبيه حق كل صبي وكل بنية، والرياييل ما يحبون اللي تتكلم وتعبر عن نفسها. انت اصلا عشتي طول حياتك ترضين ابوك، ترضين مجتمعك ومكبوته فيه، الحين يا دور الحبيب سكتي انطمعي وارضيه. تتردد وايد قبل لا تدفع صوتها ثمن، بس الساحره تطلع صوره الحبيب وتقنعها وتقول لها ان صوتك بيأدي حق سعادتك، تفضلين تكونين على حقيقتك، تفضلين تكونين نفسك، ولا تفضلين تكونين سعيدة؟ وهاي اللي الإيغو يسوي فيكم كلكم، مو بس في الحب الرومانسي، ترى في كل شيء، في الشغل تفضل تدرس اللي صدق تبيه، ولا تفضل تكون إنسان ناجح وسعيد؟ تفضل تشتغل الشغل اللي تحبه، ولا تفضل تكون عندك فلوس تسعدك؟ تفضل أنك تاكل اللي في خاطرك فيه، ولا تفضل أن تحرم روحك من كل شيء وتكون إنسان سعيد؟ وهذه بعد كذبة مختلقة، إغواء الغرور في القرآن، كي؟ ليش؟ لأن أصلاً ما نقدر نكون سعيدين إلا إذا كنا أنفسنا، ما في أحد بيكون سعيد إلا إذا سوى الشيء اللي يحبه، كل الشيء اللي يحبه، كان نفسه في العلاقة. ما إذا جربته وتمثلون في العلاقات الرومانسية، مسألة وايد متعبة. أنا جربت، ما الواحد ما يقدر، شهر شهرين ماكسيمم عقب شخصيتكم الحقيقية بتبتدي تطلع. فبدال ما نكون نفسنا ونجذب الشخص اللي بينجذب حق حقيقتنا، نحط نوع القناع، أو أنا كنت أبي أقول نوع الدعاية الإعلان. في وايد ناس يمشون بنوع الإعلان المقنع، سواء في الانستغرام أو في أي موقع تواصل اجتماعي آخر، في إعلان إذا تدشون تشوفون مصور بشكل معين، حاط كلمات معينة، المهم إنه حاط إعلان إنه يبي يجذب الناس. الإعلان بيجذب مشترين، بس إحنا ما نبي نجذب مشترين، إحنا نبي نجذب حقيقتنا، نبي نجذب إنسان يعكس إحنا من، أوكي؟ فنكون أنفسنا أفضل شيء.